الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عمده وأعز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده نصر أبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله الله أكبر الله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بركة وعسيلا لا إله إلا الله والله نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته syukur kita kepada Allah dengan limpahan dan kurnianya. Pada pagi ini marilah kita sama-sama menunaikan solat sunat Aidilfitri untuk tahun ini insya-Allah. Biasanya kafiat-kafiat sembahyang ni semua dah maklum. Dah tahu dah. Cuba ingat sajalah. Maknanya sembahyang ni kita sembahyang sunat Aidilfitri ni kita sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru berlakunya
khutbah. Jadi tak boleh baliklah kalau lepas sembahyang. Kalau jemaat, kita khutbah dulu baru sembahyang. Jadi lepas sembahyang orang sembahyang balik. Tapi ini lepas sembahyang jangan balik sebab rukun tak cukup. Lepas sembahyang dia kena dengar khutbah. Lepas khutbah baru boleh kita beratur balik bermaaf-maafan ya. Jadi itu rukun sembahyang itulah. Dan jadi kita maknanya niat sembahyang semua tahu. Saja aku sembahyang sunat Aidilfitri dua rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu saja mudah aja ya. Jadi maknanya dan sunat sembahyang ni pun dia ada kafiat juga, maknanya bila kita dah angkat takbir, imam angkat takbir kita ikut. Jadi rakaat pertama kena kita baca takbir sebanyak 7 kali. Ya, takbir 7 kali. Macam mana apa takbir dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi mana kena baca? Sebab Allahu akbar kita takbir, bila kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah aliyul azim, itu sebanyak 7 kali. Kemudian tu bila habis naik rakaat yang kedua kena baca juga takbirnya sebanyak 5 kali. Begitulah bezanya sembahyang sembahyang sunat yang lain ya. Gitu ya. Insya-Allah. Jadi imam silakan. As-salatul jami'ah. Salatul jami'ah. Mai ke depan, ke depan, ke depan. Istiqim fa'atilu yarhamkumullah lurus dan para pensof. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم
من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله لا نكذبه صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي وفقنا لعبادته، وجعل هذا اليوم فرحا لعباده المتقين الذين فازوا بصيام رمضان وقيامه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فراتتم رحمه الله جل وعلا رحمة إلهي. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan beriman lagi bertakwa. Selamat di dunia, sejahtera di akhirat.
pada pagi yang penuh barakah ini, khatib akan memperdengarkan khutbah Aidil Fitri bertajuk Aidil Fitri menyucikan fitrah, memperkukuh persaudaraan. Alhamdulillah, dengan nikmat rahmat ilahi, kita direzekikan berhimpun menyambut hari kemenangan Hari Raya Aidil Fitri, melaksanakan solat sunat Aidil Fitri secara berjemaah. Aidil Fitri atau dalam bahasa Arab disebut Aid, bermaksud kembali. Manakala Fitri bermaksud fitrah, melambangkan kejayaan manusia kembali kepada fitrah yang asal, yakni fitrah suci, bersih daripada dosa dan noda, laksana bayi yang baru dilahirkan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang maha luas mengurniakan kepada orang yang beriman kewajipan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Semoga segala ibadah yang ummah tempuhi selama satu bulan di madrasah Ramadan dapat melenyapkan nafsu jahat serta memusnahkan tabiat buruk yang pernah bersarang dalam diri, sekaligus mendidik jiwa menjadi hamba yang sebenar-benar bertakwa di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mukmin yang jiwanya bersih, berpaksikan tauhid yang tulus kepada ilahi, juga bebas dari segala bentuk kesyirikan dan dosa, hidupnya akan sentiasa dilimpahi rahmat, dikurniakan ketenangan, berupaya menjalani kehidupan berpandukan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menggambarkan betapa jiwa yang bersih akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Ketika semua manusia dihitung mahkamah, di mahkamah Rabbul Jalil, hayati firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 87 hingga ayat 89 surah Asy-Syura, melalui ungkapan doa Nabi Muhammad SAW. Wa'ala syaitanir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Bermaksud, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari sekalian makhluk dibangkitkan semula, iaitu pada hari ketika harta dan anak-anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kecuali orang menghendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, yakni daripada syirik dan penyakit munafik. Aidil Fitri menyambut kelahiran mukmin yang berjaya menciptakan kemenangan berteraskan fitrah suci semasa Ramadan, menatijahkan jiwa yang bebas dari cengkaman hawa nafsu serta benci kepada keburukan, lalu mencenderungkannya kepada kebaikan, bersifat amanah, berintegriti, jujur dan ikhlas, sentiasa beringat bahawa Allah SWT maha melihat dan maha mengetahui akan setiap perbuatan yang dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, persaudaraan ialah tunjang kesatuan ummah, inti daripada nilai Islam. Sejarah menunjukkan permusuhan antara kaum Aus dan Khazraj di tanah Arab berlarutan selama lebih 100 tahun. Kedatangan Islam telah berjaya membenamkan permusuhan lalu terbina persaudaraan atas dasar akidah kepada Allah SWT. Islam amat mencela perpecahan dan pertelingkahan seperti firman Allah SWT melalui ayat 46 surah Al-Anfal. Wa atti'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan, dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dalam hati yang dengan hati yang cekal. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walilhamd. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyifatkan persaudaraan umat Islam ibarat sebuah bangunan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'i. Bermaksud, orang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling mengkukuhkan antara satu sama lain, dan baginda menghilangkan dari jemarinya sebagai syarat bangunan yang utuh. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Walau apa jua kecenderungan perjuangan dan pertembungan fikiran, sama ada dalam wadah politik maupun pengurusan organisasi, ummah wajib menguruskannya dengan baik secara harmoni dalam semangat tidak mengorbankan hubungan silaturahim. Kenali titik persamaan dengan meraihkan setiap pandangan. Usah dibiarkan syaitan memperdaya diri kita dengan tipuan racun persengketaan yang tidak berkesudahan, mengakibatkan manusia berkelakuan buruk, lidahnya melakukan sindiran secara melampau, berkata kesat, merendah-rendahkan dan memburuk-burukkan orang yang tidak disukai. Perangai dan tingkah laku sedemikian sangat bercanggah dengan akhlak seorang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Ajil fitri adalah natijah daripada madrasah Ramadan yang telah kita tempuh selama sebulan. Kita layak bergembira jika Ramadan telah berjaya menyemaikan fitrah yang suci dalam diri kita. Dia cerminkan melalui hati yang semakin tunduk dan patuh kepada berita Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah keimanan, bertambah ketaatan, berupaya mengawal nafsu serta menjauhi segala perbuatan mungkar, dan pada masa yang sama bertambah melakukan yang makruf, mengutamakan perpanduan, persaudaraan dan silaturahim. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Bermaksud, sesiapa yang berpuasa kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, seakan dia berpuasa selama setahun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathiran wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله وأطيعوا واعلموا أن الله يحب المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جماعة رحمة الله، حياتي روح عيد الفطر dengan mencari kejernihan, mengakhirkan segala sengketa dan perselisihan agar tersemai rasa kasih sayang sesama umat Islam, untuk membina persefahaman, mengeratkan persaudaraan dan mengukuhkan perpaduan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان الحكمة وثبت معلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين terimalah ibadah yang kami lakukan sepanjang bulan Ramadan. Bimbing kami agar terus istiqamah melakukan ibadah dan amal kebaikan sepanjang tahun sehingga kami menemui Ramadan pada tahun hadapan. Ya Allah ya Hafiz, kurniai kami kesihatan dan lindungi kami daripada sebarang bencana dan kemalangan ketika kami menyebut Aidul Fitri, terutama ketika kami dalam perjalanan.
Juga, lindungilah keselamatan hamba-hambamu yang sedang bertugas memenuhi fardu kifayah pada pagi Syawal ini. Ya Zal Jalal wal Ikram, kami memohon agar engkau limpahi rahmat perlindunganmu kepada saudara-saudara kami di Palestin. Engkau yang maha kuasa untuk menggagalkan perancangan jahat, perbuatan zalim lagi ganas rejim Israel. Kembalikan bumi Palestin, ya Allah, sebagai bumi yang berdaulat lagi merdeka. Lindungi kesucian Masjid Al-Aqsa sehingga hari kiamat. Ya Malikal Mulk, jauhilah negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah, ikhlas serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik, Ya Malik, Ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada raja kami, Duli Yang Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Al-Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfirlah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Faya ibadallah, inna Allah ya'mur bil adil wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya' وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا الله أعلم ada apa dua kan? Ha, bukan oh.